وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية. دكتور حامد، بعد التحية، كيف رأيت هذه الاتفاقية والبنود الخاصة بها، خاصة أنها تحدث عن بنود ربما كان يتم المطالبة بها كثيرا؟ أيضا بيك يا فندم، وأهلا بكل السادة مشاهدي كسرى نيوز. طبعا هذا الاتفاق هو تأسيس لمرحلة جديدة في السودان قائمة على تغليب المصلحة العليا. اتفاق هذا الاتفاق نجا به السودان من محاولة التقسيم والعبث بمقدرات الأمن السوداني، ومحاولة لجر السودان إلى عصور يعني بائدة، وهو اتفاق كبير نتج بين مكونين كبيرين، سواء المكون المدني أو المكون العسكري. وهذه هي الرؤية السليمة التي من المفترض أن تسير عليها السودان في المرحلة القادمة. وبالتالي هذا الاتفاق هو اتفاق لتأسيس مرحلة جديدة ومرحلة انتقالية يتم البناء عليها في الفترة القادمة لإجراء الانتخابات، لتمكين الشباب للعمل على تهدئة الشارع السوداني، وأيضا من الناحية الاقتصادية رفع العبء عن المواطن السوداني الذي يعني كان يعيش مشكلات اقتصادية كبيرة ومشكلات معيشية كبيرة. وبالتالي هذا الاتفاق هو حقن لدماء السودانيين. إذن دكتور حامد، وعذرا على المقاطعة، هل تتوقع بالفعل أن بهذه الاتفاقية وهي موجودة على أرض الواقع بالفعل وتم توقيعها سيكون الحال الاقتصادي فارق بنسبة كبيرة بالنسبة للمواطن السوداني؟ وإن كانت الإجابة بنعم، إذن ما الفترة الزمنية التي من المفترض أن تستغرقها هذه العملية؟ هل على سبيل المثال بتكوين حكومة تكنوقراط أو باستكمال مؤسسات الدولة المختلفة؟ ما هي الأمور أو البنود التي تمت في هذه الاتفاقية التي ستؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن السوداني؟ في ظني وتقديري أن السودان يحتاج الكثير. أولا لابد من إنشاء حكومة كفاءات أو حكومة تكنوقراط تكون مهمتها الرئيسية كيفية رفع المعاناة عن المواطن السوداني. وفي ظني وتقديري أن لابد أن تكون هذه الحكومة بصبغة اقتصادية قوية قادرة على أن ترفع المعاناة عن حياة السودانيين الأشقاء السودانيين. هذا من ناحية، ويكون لديها مهام محددة في أن يعني كيفية التفاوض مع المؤسسات الدولية، لأن المؤسسات الدولية عندما حدثت الهزة الأخيرة في السودان نجد أن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية يعني لوحت بإيقاف التعامل مع الشقيق السودان. وبالتالي لابد أن تعيد هذه. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، لكن على كافة الأحوال بالتأكيد مشاهدينا الكرام سنحاول أن نتواصل معه مرة أخرى. وبالتأكيد أيضا مشاهدينا الكرام، هذه التغطية الخاصة ما زالت مستمرة مع حضراتكم، ما زال الحديث عن توقيع الاتفاق السياسي بالقصر اللارئاسي بالخرطوم. وبالتأكيد مشاهدينا الكرام، أن هناك الكثير من التحليل لهذه البنود، بنود الاتفاقية. نتحدث عن 14 بند تم توقيعه اليوم. عاد إلينا مرة أخرى الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية. دكتور حامد، حضرتك كنت قبل فقد الاتصال، حضرتك كنت بتتحدث عن تأثير هذه الاتفاقية على العلاقات الدولية السودانية. إليك. أعتذر عن انقطع الاتصال. يعني طبعا يعني بأي حال من الأحوال هذه الحكومة ستكون عليها مهمة كبيرة لتهيئة الأجواء لإقامة علاقات قوية ما بين السودان والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، لأن هذه الحكومة من المفترض أن تقوم برفع المعاناة عن الشعب السوداني والعمل على رفع الديون المتراكمة على السودان في الفترات السابقة. وشاهدنا أن كانت هناك مؤتمر لدعم الشقيق السودان في باريس وبمشاركة الرئيس السيسي، والعمل على أن تكون هذه هي النقطة الانطلاق في كيفية رفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق. وهذه النقطة الجوهرية لابد أن تعي الحكومة السودانية أن لديها مهام محددة، ويكون المعيار الأول سواء معيار اقتصادي بحت والعمل والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية والدولية في كيفية رفع المعاناة عن السودان وعدم تحميل الكاهل المواطن السوداني بأعباء كبيرة. وبالتالي هذه الحكومة لابد أن تكون تعي وتدرك أن لديها مهام جسام، وهي نقطة
جوهرية. يعني اليوم توقيع هذا الاتفاق يمثل نقطة جوهرية. لكن دكتور حامد، هل تتوقع أن الحكومة الانتقالية ستكون قادرة على رفع المعاناة عن كاهل المواطن السوداني فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية، أم سيكون الشغل الشاغل الخاص بها وتسيير الأمور وإنهاء الفترة الانتقالية؟ يعني هو هذا الشق ما بين شيئين رئيسيين. أولا لابد أن يهدأ الشارع السوداني لكي يجعل الحكومة قادرة على تنفيذ طلباته والعمل على توفير احتياجاته، وأيضا الحكومة السودانية لابد أن تتعامل بشكل أكثر قوة وأكثر شراسة في التعامل مع المشكلات التي تواجه الدولة السودانية سواء داخليا أو خارجيا، لأن السودان هي جزء لا يتجزأ من محددات الأمن القومي العربي، وعدم وجود السودان يعني بشكل مستقر وهادئ يؤثر على الأمن القومي العربي ويؤثر على دول الجوار، وكل الدول العربية وعلى رأسها مصر تسعى بقوة إلى استقرار الأوضاع في السودان وأن تكون السودان دولة ذات سيادة ودولة مستقرة قادرة على تنفيذ مطالب الشعب السوداني الشقيق الذي يعني على فترات طويلة لم يجد من يحنو عليه، ويحتاج في الفترة القادمة إلى حكومة قادرة على توفير متطلباته سواء حياة اجتماعية سواء حياة اقتصادية سواء وضع أمني مستقر. كل ذلك لن يأتي إلا بهدوء الشارع السوداني وأن يثق الشارع السوداني سواء في المكون المدني أو المكون العسكري، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هناك دولة سودانية إلا من خلال مكون مدني يحكم الدولة السودانية ومكون عسكري يحمي الشعب السوداني من مغبة الإرهاب ومن عقبات كثيرة من الممكن. إذن لابد دكتور حامد أن نتوقف عند هذه النقطة أو هذا البند الذي جاء في الاتفاق، أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي. إلى أي مدى تنفيذ هذه النقطة مهمة على أرض الواقع أن يكون مشرفا دون التدخل؟ يعني هي نقطة بتبين وبتظهر أنه ليس هناك مطمع من قبل المكون العسكري في الحكم في السودان، وأنه سيسلم السلطة إلى يعني إلى القيادة السياسية الجديدة المنتخبة، والآن يدير الأمور الرئيس عبد الله حمدوك رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعليه أن تكون الفترة السابقة هي بمثابة يعني جرس إنذار إليه، لأن الفترة القادمة ستكون حكومة حمدوك في المواجهة مع الشعب الذي يريد أن تستقر به الأوضاع داخل السودان، ويسعى وبقوة عليه أن يسعى إلى تذليل العقبات وأن تكون هذه الحكومة هي حكومة داعمة لمقدرات واستقرار الدولة السودانية. نعم دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، جزيل الشكر لحضرتك.